succede? نايمة. ايه اللي مصحيك بدري؟ ما انا دايما بصحى بدري. تاخر نايمة، تاخر نايمة مرشدي. اللي زيك مش ممكن يجي ابدا. سعيدة أوي. ليه؟ ليه؟ لأني عندي كل اللي أنا عاوزاه. أخ ناجح ومشهور وحنين وولاد أخ حلوين وزراف وبيت هادي وجميل وحياة هادية. أخ ناجح ماشي، ولاد حلوين اوكي، بيت جميل، بس انا مش ليك لوحدك. انت فين من كل ده يا اخويا مرشدي؟ انت صاحي بدري تسل عليا. ابدا يا نايمة، مش بسل عليك ولا حاجة. يا أسئلة ما خطرتش على بالي إلا دلوقتي. كنت بحاول أغير الموضوع. موضوع إيه؟ كوابيس يا نعيمة، كوابيس حكيتني. ما قلت لك يا مرشدي، جربت كل حاجة يا نعيمة، ما فيش فايدة. الحالة زي ما هي، كل يوم نفس الحالة. بريمة، بريمة تحفر في مخي، مفيش علاج. علاج ايه بس؟ انت عاوز بس اجازة. اجازة؟ اه اجازتي يا نعيمة. انا دخلت في عجلة بتدور، لو وقفت 60 ثانية تضطرني براها. يا اخويا الناس كلها بتاخد اجازات. حتى لو خدت اجازه، الكوابيس هتفضل هي هي، هتطاردني، هتحصرني. انا بقيت اكره النوم، بقيت اخاف، خاف خاف منه. لحظات الضعف دي الوحيده في حياتي، لما بخش السرير وانام. ايه؟ بنامش يا اخويا؟ بس روق انت كده وكل ده هيزول. انت عارف الكوابيس دي بتيجي من ايه؟ من الفكر. افتكرش. ما تفكرش انت في حاجه وحشه. مش بقولك انك انت اخر نعيمة عنتر في التاريخ؟ اسمع يا مرشد يا اخويا، الكتير كويس للي عايزه، والقليل كويس للي عاوزه، واللي بيفوز هو اللي بيلاقي اللي هو عاوزه. انا نفسي مش عارف عايز ايه. انا مش عارف، انا بجري. عارفة يعني ايه بجري؟ تالي اني اتولدت بجري. مش داعي ان انا شايلك الحمل معايا. ما انا شايلاه يا مرشدي. انا مش قادر اقعد. انا هنزل اتمشى في الشارع. بالشكل ده هاخد العربية وهرجع. الشبشب
خشي لي بيه. اتفضل يا فندم. في حاجه يا فندم؟ لا لا لا. اتفضل يا فندم اتفضل. تحب تقعد هنا ولا في اوضه المكتب؟ في اوضه المكتب. اتفضل يا فندم. معلش يا فندم الاوضه مبهدله شويه. اتفضل يا فندم اتفضل. تعبان يا شوي تعبان. الله يكون في عون سعادتك. سعادتك بتبذل جهد غير عادي. الاحلام يا شوي الاحلام. ما انا قلت لسعادتك ما تشغلش بالك بيها. الاحلام دي تهتم بيها تزورك كل ليله تنساها تنساك. انا حصلت لي الحكايه دي زمان. كنت شغوف جدا بفرويد وبالتحليل النفسي عموما. كنت احلم الحلم اقعد احلله لغايه ما تحولت حياتي كلها الاحلام. قررت اقفل الباب ده. قلت الاحلام اقول لك ايه؟ انتهت. انا لا عايز احلم ولا بفكر احلم ولا بحلل الاحلام دي. بتحصرني بتقتلني. اعمل ايه اعمل ايه يا شوقي؟ ولا تزعلش مني. انا جاي لك الفجر عشان اسالك يا شوقي. شوف دكتور نفساني. دكتور نفساني؟ لا 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 لا. استغلوها ضدي في الانتخابات. لو اتعرفت. طب ما تروح فرنسا. انا اعرف دكتور هناك. ايوه بس اللغه يا شوقي. صحيح. اقول لك سيبها دلوقتي لغايه بعد الانتخابات. لان انا مش عارف ازاي هستحملها. قول لي يا شوقي الاحلام دي نتيجه ان الواحد تعب في حياته. محتمل. انا تعبت. تعبت كتير يا شوقي. تعبت كتير. في ايام الدراسة كنت ساكن مع زملاتي في المانيال. كان في عيلة صاحبة اهلي كانت ساكنة في شبرا. كل يوم خميس امشي من المانيال لشبرا عشان اتعشى عندهم. كانوا بيعزوني. كانوا بيحطوا قدام الاكل. متصورش قد ايه كنت بحس بالذل. يوميها قررت ان انا لازم اغير وضعي. قررت ان لازم ابقى راجل اعمال ناجح. اللي عايز يبقى غني يا شوقي يقدر يبقى غني. واللي ما يقدرش يبقى في حاجة تانية بتشغله. أنا قررت إن أبقى رجل أعمال صاحب مشاريع وشركات ومصانع. ابتديت من الصفر. ما استنيتش إن يبقى عندي رأس مال. رأس مالي كان جنيه واحد. عملت مشروع بجنيه. كنت بشتري مناديل بقوية من الفلاحين وبيعها في مصر. أول مشروع بجد كان مصنع للتلج. طيب بدر اداني 100 جنيه وكان معايا 75. شاركت عليه. كان مصنع صغير. هو ده اللي علمني القلق. بتبيع ميه
بتتاجر في مية. ومش بس كده، لازم تبيع. تبيع ولا تسيح. لازم ترمي في السوق حتى لو ما دفعوش فلوس. لازم تبيع بأي تمن، انك ما تقدرش تخزن. كنت عايش على اعصابي، كنت عايش على اعصابي، على اعصابي يا شوي. انت بتعمل ايه يا شوي؟ تجربتك يا مرشدي بيه دي مش ملكك، دي ملك الاجيال الجايه، ملك رجال الاعمال والشركات والجامعات. يعني ايه؟ يعني لازم تتحول لكتاب. كتاب؟ شوي انا هشتغل ودباتي. انا شرفني في كتاب يا راجل. انت تسجل واحنا نفرغ ونرتب ونحط الكلام ده في شكل كتاب. لا يا شوي، لا 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 راجل، انا اشتغل في التجارة وراجل اعمال، مالي انا ومالي كتابة. سمعني، لو فكرة الكتاب دي كويسة ليه ما عملناش قبل الانتخابات؟ فكرة الكتاب دي صالحة لكل وقت. يعني مش مطلوب مني اكتر من الكلام؟ واحنا علينا الباقي. طب ودي هجيب لها وقت منين؟ انا دايما هيبقى معايا مسجل، وقت ما تحب سعادتك اتكلم. اسمع شوي، انا عايزك تعمل من الكتاب ده طبعتين، طبع منهم شيك قوي وطبع شعبيه. طبعا يا فندم، عشان يكون في متناول للجميع. اتفضل يا انا اسف اذا كنت بزعج نوح بيه في وقت مش مناسب. ما هو صحي، اصل نوح بيه بقى يا طنط من الناس المشغولين قوي قوي يا ابني، والواحد عشان يلاقيه صعب قوي. مفيش بقى غير انه يجيله البيت من نجمة. نفسي اعرف انت بتنام امتى. الفجر صاحي، نص الليل صاحي، الظهر صاحي، ما اطال النوم عمرك يا ابني. اعمل لك فطار؟ لو في كاكاو اشرب. في وبقاله سنة ما حدش شربه. خلاص اشربه انا بقى حالا. خير؟ انت ديت ثابت موسى اجازه يا الله. انت مالك مهتم بالموضوع ده قوي يا نافع؟ حته غفير لا راح ولا جه. اصله امبارح بالليل كان قاعد وقال للي سهرانين معاه انك انت كنت موجود ليله قتل عاطف الشافعي، انت وعدلي عبد السلام. ده كذاب. هو تحقيق اتقفل صحيح، لكن ممكن يتفتح تاني. نوع الكذاب كتير الكلام ده، لازم نخلص منه. انا همنعه من السفر، هلغي الاجازه وارفده. اولا مش هتقدر تمنعه من السفر لانه سافر فعلا، وبعدين مش ده نوح المناديل. لو قعد هيتكلم، ولو اترفد هيتكلم اكتر. طب والحل؟ ما يتكلمش. ازاي؟ نشتري حته غفير؟ ما ينفعش. انت حاولت، دفعت له مكافأة وبرضه ما نفعش. توصل ايه؟ ثابت موسى في ايدي. لو ساعدتك واحد تاني كنت قلت لك اني تعبت قوي عبال ما حطيته على كفي، لكن لانك انت نوح المناديلي وانا تلميذك الصغير نافع العدلي، بقول لك انها صدفة. صدفة خلته في القفص. ازاي؟ ممكن اقول لك، بس تدخل نفسك ليه في تفاصيل مش حلو؟ سيبني انا اعك نفسي فيها وانت ليك النتيجه. وايه هي النتيجه؟ الصمت النهائي لثابت موسى. خطر مش عليك. ده شاهد قضيه لسه مقفوله. فيها ايه؟ حادثتين ورا بعض يلفتوا النظر قوي. حتى لو كان فيهم واحدة قضاء وقدر. ازاي؟
قلنا بلاش ازاي دي. والتمن رضاك. طبعا المفروض اصدقك. انت ليه بس مش عايز تفهم؟ التمن يا نافع. خلاص بقى مدام مصمم تدفع إدارة الفندق الجديد. عاوز تبقى مدير؟ لا عايز أبقى إدارة كاملة. طيب بس لازم المرشد يوافق. آه طبعا. على فكرة أنا بدفع فوري. اتفضل يا ابني. شكرا أوي. خلي بالك لسه سوخ. ما تخافيش عليا يا طنط. هيوصلك خبر النهارده. ايه النهارده؟ يا فندم انا بحاول اكسب رضاك باي طريقه. اخ منك انت. تلميذك يا مدرسه. ايه اللي حصل لاولادكم؟ ينام نص الليل ويصحى الفجر. الله. ده اكيد بقى الانتخابات قلقاه ولا حاجه؟ الدهره كلها في جيبه. 1000%. لكن عشان يحطها في جيبه لازم يتعب ويعمل مجهود. عيني عليك يا منير. منير كويس ابن طه بدر، بس برضه لسه صغير. متهيألي ان المرشدي مستني الانتخابات التانية ويتنازله. اللهم اتبعنا. شوفي بقى، هولاكو لا يمكن يتنازل ولا حتى لهولاكو نفسه. انا مش فاهمة ليه دايما مش عاجبك. بس هولاكو ده عمتي لغز، لغز كبير قوي. والله ما في اطيب منه. صح. وده بقى جزء برضو من اللغز. انتي عرفتي ان نبيلة فسخت خطوبتها؟ بجد؟ ليه؟ معرفش. احنا مالنا؟ اوعى يا اكرم تكون لسه بتفكر فيها. مش فاهم ليه؟ الحب زي اي كائن بيتولد يكبر ويموت. اشمعنى يعني المرة دي؟ الموضوع ده مش انتهينا منه خلاص؟ طبعا وقفلناه وحبسنا وراه 1000 باب. ولك قال بلاش يبقى بلاش، وانتهى كل شيء واتخطبت نبيلة. لكن للأسف يا عمتي في حاجة واحدة خارج الاتفاق. قلبي. أكرم انت بتفكر في ايه؟ أنا؟ والله ما أنا عارف. أرجوك يا أكرم ما تزودش هم أبوك. أنت مش عارف هو في إيه. أنا بجد يا عمتي بجد 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 عايز أنسى. بس زي ما قلتلك في حاجة واحدة خارج الاتفاق. هاتف جاني في الحلم. صحيت عليه قال لي قوم يا نوح يا مناديلي شيل الصورة دي. مش موقف ضد المرحوم طبعا، انما الصورة مش حلوة. ممكن تكون صورة تانية بدالة، ولو بنحب الحياة تبقى صورة فواكه اجل. مش كده ولا ايه؟ ايه انت زعلتي؟ ابدا انا كنت هشيلها. يعني متفقه معايا ان الصوره مش حلوه؟ متفقه معاك ان صعب نتحملها وهي قاعده تبص علينا طول الوقت. دي مجرد صوره يا سوسن هانم. طبعا. حكايه سيف كامل ونبيله مولعه. فسخوا الخطوبة، ما تعرفيش ليه؟ ايه مالك؟
عايز أسأل سؤال. ألف. مين قتل عاطف؟ تسأليني أنا ليه؟ معرفش. عايزة تقولي إيه يا ساوسة؟ ولا حاجة. لا، عاوزة تقولي. مخك الضيق ربط بين موت عاطف وبين اللي بيحصل لك. في غمضة عين بقيتي مليونيرة. حاجة ما حصلتش حتى ولا الأوناسيس. من 800 جنيه ل 800 ألف في ربع ساعة لمليون، ومحدش عارف البنديرة هتحدف كام. قعدت تفكري. أم مخك الزنخ قال لك دول بيشتروني. بيشتروا إيه يا سوسن؟ ما التحقيق اتقفل. وكلامك قبل كده ولا بعد كده ملوش قيمة. ولا أنت شاهدة ولا عندك معلومات. اشتريناكي. طب وماله يا بنت عم رشاد؟ عاطف الشافعي حي ولا ميت ولا مليون جنيه؟ رد عليا. اقطع دراعي انك مستعده تبيعي مليون عاطف بمليون جنيه. نروح بيه. انا مش ضدك يا سوسن، انا بس عاوزك توعي لمصلحتك. افهميها، اللي بيموت راح والباب مفتوح قدامك. امشي لنهايه الطريق. فهماني يا حلوه؟ ايوه ولا لا؟ انت لو ناصحه وبتسمعي كلامي تستقبلي الحياه بابتسامه، وتشوفي للجوز يكون طيب وابن حلال ووان واي، حاجة كده زي سيف كامل. ايه ماله سيف؟ هيبقى المدير الاداري للنادي ومستقبله كويس. المرشدي راضي عنه زي ما هو راضي عنك. والواد في أزمة عاطفية، وفي الجو ده ممكن يتجوز. فهماني يا حلوة ولا أنا فهمتك غلط؟ هتكون حاجة جديدة تماما. مركز للأبحاث. العلاج مش عمليات وأدوية وبس، إنما أبحاث عن الأمراض. أنت كنت مندهش لما قلت لك إن الدكتور منير هيبقى مدير المستشفى. شوف يا سيف، أول حاجة تتعلمها إن الثوابت نادرة والمتغيرات هي الحياة نفسها. بعد كام ساعة دكتور منير هيبقى واقف جنبي وإحنا بنستقبل المسؤولين وهم بيقصوا الشريط. حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، لو أنت وصلت لها تبقى أنت الشخص اللي أنا عايزه بالظبط. سير كل شيء، ما تخليش حاجة تسيرك أبدا. أخطر حاجة في رجل الأعمال إنه يكون عاطفي. أنا عايزك سيف تعمل لي دراسة للإدارة في النادي. إيه؟ خبرة مجانية؟ خبرة وزائد مرتب كمان. مفيش حاجة أبدا تقول إنها ما تفيدش. رجل الأعمال لازم يتعلم كل حاجة. زمان في شباب يا سيف اشتغلت في مشروع في صحراء. بعد الشغل كان في ملل فراغ. صحراء بقى. زمايلي كانوا يموتوا من الملل. إنما أنا بقى رتبت وقتي. درست هندسة السيارات وكيمياء صناعية وتعلمت تريكو. هتقول حاجة مش مفيدة؟ أبدا، كل حاجة الواحد بيتعلمها تبقى مفيدة وبيجي وقتها. دخلت في مشروع تريكو ونجح المشروع، وده من الخبرة والدراسة القديمة. الحقيقة نبيلة دي
بنت كويسة، كويسة قوي، وعيلة طه بدر دولت ناس كويسين، بس أنا عايزك بقى تبقى موضوعي شوية. عيلة طه بدر دي فيها عرق جنان. لا لا لا، مش هجوم عليهم، بالعكس. شفت المستشفى هتبقى قد ايه جميلة؟ كل الفراغ ده، المنطقة الفاضية دي هتكون جنينة لون أخضر جميل. تالي الجنينة دي هتعالج المرضى أكتر من الأدوية. اسمع يا سيف، انت قدامك طريق مفتوح، ركز معايا وانا مستعد اوصلك للي عمرك ما كنت تحلم بيه. يا سيف، ده مش كلام انشا، انا باعي كل كلمه قلتها. ركز معايا وهتوصل للي عمرك ما حلمت بيه. سيف، احنا سبق قبل كده اتكلمنا مع بعض. تفكرني بجوز خالتي، بيصحى الصبح بالعافية، ونوم الظهر ده بقى أهم من الحياة نفسها، وبالليل ينام قدام التلفزيون. أنا عادي جدا، أنت اللي بتصحى بدري قوي. قول لي يا دكتور، أنت خلاص ما عادش مشغول بقضية الانتخابات ولا إيه؟ طبعا مش مشغول، دي بقت بالتزكية. أنت شايف كده؟ في حد مرشح غيري؟ المرشدة عنتر. المرشدة عنتر تنزل لي. مين قال؟ هو اللي قال. انت بتخرف يا نافع، وانت طيب. كل الناس عارفة ان المرشدة عنتر تنزل لي. تأكدت؟ من ايه؟ كده يبقى بيضيع نفسه الا اذا لعب لعبته في اخر لحظة. بس ده وقف حملته الانتخابية. لو حد فيكم هينجح باليوفط برضه. تتكلم بجد يا نافع؟ وبعد ما اتأكدت ان المرشدي ما تنزلش. يعني ايه؟ نضحك عليه؟ لعب بيه المرشدي عنتر؟ صح، اديك دلوقتي عرفت الحقيقة. بس انا بقى ما تلعبش بيه. ما حصل يا دكتور؟ العبرة بالنهاية، وحتشوف أنا هعمل إيه في المرشدة عنتر، بس أتأكد. طيب أتأكد بسرعة، لأنك لو رحت الاحتفال بافتتاح المستشفى ووقفت جنب المرشدي شكلك هيبقى وحش قوي. متهيألي ننزل سوا تشوف بنفسك. حاولي تفتكري يا سوسن. أفتكر إيه بس يا مون؟ المفروض ان نوح المناديلي في الليلة دي كان مسافر، هو بيقول كده وهو قالك كده وفي التحقيق كمان قال كده، لكن انا شفته عندنا الساعة 7 الصبح، ما كانش باين عليه ابدا انه جاي من السفر، ثم كان جايب عربيته، ونوح ما بيحبش يسوق كتير، يعني كان جاي من بيتهم. انت عايزة تعرفي ايه يا منى؟ عايزة اعرف الحقيقة يا سوسن. الحقيقة ان عاطف الشافعي مات، خبر حزين قوي، لكن مات، واللي بيموت ما بيرجعش، والنيابة والشرطة قالت في التحقيق ان الفعل مجهول، ولا انا ولا انت هنقدر نعرف اكتر. ايوه، بس بيعتمدوا على اقوالنا، واحنا التحقيق انتهى يا منى، والجرح ابتدى يخف. عايزه تعيديني ايه؟ ما قلنا خلصنا. افهميني يا سامي. افهميني انت يا منى. انا نزلت ستار على الماضي. الدور عليكي بقى، ما تشغليش نفسك، ولا انت خلصتي امتحانات وفضيتي؟ صباح الخير يا منتظرين. صباح النور.
النور ده بيجي لما حضرتك تشرفي النادي. انا بعرف ان حضرتك هنا من النور. متشكر. النادي بقى حاجة تانية من ساعة المرشدي بيه ما تولاه. دي الجرايد كلها بتكتب عنه. انت عارفة دي تعتبر دعاية غير مباشرة للمرشدي بيه في الانتخابات. بابا تنازل. صحيح. حضرتك شفت البسين الجديد؟ لا. طب اتفضلي حضرتك افرجك عليه. ده مبني على احد الصراز. متشكرة. مش عاوزة اقول. ومال هي النتيجة هتظهر امتى؟ قريب. ولا تقلقي هجيبها لك من كنترول. احنا لينا حبايبنا في كل حتة. تحبي تشربي حاجة؟ متشكر. مضطر اقوم. على فين؟ عندي مشوار. ايه ده يا مدمازيل منى؟ ده انا من زمان نفسي اتكلم مع حضرتك. بعدين. ومال؟ ايه يا نبيلة؟ مش هتفطري؟ معلش يا ماما بعد شوية. هتفضلي كتير كده؟ مالي ولا حاجة. شايفة فيها تغيير؟ شايفة كده بلانة وسرحانة. شيء طبيعي. مش سهلة على الواحدة انها تفسخ خطوبتها. ليه؟ ليه اسبابي. حقك انك تقرري وتنهي علاقة. هي برضو ما كانتش خاصة بيك لوحدك. سيف كان زي ابننا. وحقك برضو انك تختاريه بالرغم من اننا ما كناش موافقين. مفيش حد فيكم اعترض. كده؟ ده احنا كلنا اعترضنا واتكلمنا يا نبيلة. بس يظهر انك ما بتعرفيش اللغة اللي احنا بنتكلم بيها. ده احنا لمحنا وشاورنا وسكتنا على امل انك تعرفي. وابوك الله يرحمه كان قلقان. قال لي نبيلة مبهورة بسيف كامل لانه بيلعب كورة. مش شايفة فيه غير كده. والانبهار ده هينتهي في يوم من الايام. تقريبا كلنا قلنا كده. واكيد قلنا لك بطريقتنا. بس انت ما كنتيش عايزة تسمعي لحد. وما اعترضناش. لان ده حقك. وما بنعترضش دلوقتي برضو لان ده حقك. بس من حقنا عليكي انك تصحصحي معانا شوية. انا حاسة واحساسي عمره ما يخيب اننا داخلين على ايام صعبة. ولازم نكون كلنا واعيين. وايدينا في ايدين بعض. فهمان يا نبيلة؟ ايوة ماما. ياريت تكوني صحيح فهماني. منى. منى. انت بقيت من زباين النادي ولا ايه؟ يعني قلت اغير جو. ومش هتحضر الحفله بتاعه وضع حجر الاساس؟ هو لكم ماليش وانا ما صدقت اهرب منه. طب بقول لك ايه؟ تيجي بينا نقعد؟ ماشي اتفضلي. الا هي نبيله ما بتجيش النادي؟ نبيله مين؟ الله. نبيله. اكرم انت بتفكر في ايه بالظبط؟ يعني مجرد سؤال. لا ده مش مجرد سؤال علي. انا انت جاي مخصوص علشان تشوف. انا بقول نقعد احسن. اكرم انت عاوز ايه بالظبط؟ مش عارف. مفروض نبيلة تكون انتهت من حياتك. مفروض. بس انت جاي مخصوص علشان تشوفها. مش بيدي. واوعي تعترضي لان عمري ما كان بيدي حاجه. انا درست هندسه لان هولاكو كان عايز كده. لما طردت من شتوتجارت
ولاك وصمم وبعتني امريكا في حراسه شوقي النجار. انت عارف اشتغلت في الشركه لان هولاكو كان عايز كده. اتقفل مصنع صابون لانه كان بينافس الامبراطوريه. تصوري كل حاجه مش بيدي. حتى الغدا هولاكو برضه بيحدده قبل ما بينسى. برضه المره دي مش بيدي. غصب عني يا منى. اكرم وده هيوصلك لايه؟ والله ما انا عارف. وامتى انا كنت عارف؟ انتصار كبير قوي صح؟ الحمد لله. في حال الذهول من ضخامه المشروع. برضه منير ما جاش. اللي الذوق يا فندم الغايب حجته معاه. لكن نجحنا. الا نجحنا، ده كان احتفال تاريخي. حقيقة انا بقى محرج قوي قوي يا جماعه. ليه يا فندم؟ مش عارف ايه الحكاية جماعة مصممين ان انا لازم انزل الانتخابات. ده صحيح موقف محرج خصوصا بعد ما اتنزلت. ما احنا ما تنزلناش يا فندم. ما تنزلناش؟ ايوه انا رحت عشان اقدم التنازل. قالوا ان سعادتك لازم تكون موجود. ما انا عامل لك توكيل يا نوح. قالوا يا فندم ما ينفعش في الحالات دي. خلاص يا جماعة ما يتحلت. والعمل ده انا مدي وعد لجماعة طه بدر. هو اللي حصل ده كان بخطر سعادتك؟ على رايك يا شوقي ده انا قلت استريحت من المشكله دي. يا فندم دي وصلت لحد التهديد. انا سامع سياده الوزير وهو بيقول لك يا مرشدي بيه انهم هيزعلوا جدا لو اتنزلت. انت كنت معايا ساعتها؟ اي يبقى مفيش حل. خلاص مفيش غير بقى ان احنا نعتذر لجماعة طه بدر ولو ان هيبقى موقفي صعب قوي قوي. الحقيقة في موقف تاني اصعب. ايه يا نوح؟ منير ماشي في سكة وحشة طبعا. بيقول ان شهادة سعادتك مش من المانيا. ده ظلم وجهل. المرشدي عنتر فوق كل الشهادات. ايوه طبعا فوق كل الشهادات. لكن الحقيقه منير بيدور. قريت ازاي؟ مصادر بيضيع وقت. طيب منير ده عايز يوصل ايه؟ مش عارف يا فندم. هو عايز ايه بالظبط؟ ولا هيوصل لحاجه. انا رايي انه مش هيوصل لحاجه لكن بشيء من الجهد. نوح انا معتمد عليك وانا خدامك يا فندم. كنت قريب قلت اجيلك. اهلا بيك. الحقيقه انا كنت ناوي ازوركم النهارده لكن ان شاء الله هيحصل. تشرف. ما جيتش احتفال النهارده. ظروف. ني قوي انك انت تيجي. انا متاكد اصل حصلت حاجات النهارده كان لازم تشوفها. زي بصراحه المسؤولين اتضايقوا قوي لما عرفوا ان انا مش نازل الانتخابات. اصروا بالحاح ان انا لازم اترشح تاني. تعرف طبعا ان انا ليا مصالح كتير وما يصحش ان انا اظهر بصوره وحشه قدامهم. يا دي مشكله. المسؤولين عايزينك تترشح وانت تنزلت. دي مقفوله. تتحل ازاي؟ انا لما كنت بعت التنازل رفضوا التنازل. اتفضل يا دكتور. معلش اصل لقيت عربيه نوح بره فتصورت ان هو هنا. ده راح بعربيه الشغل. اتفضل. متشكر. ده حتى ما جاش على الغدا. وهي دي حاجه جديده عليك يا ست ام نوح؟ مش جديده يا ابني، ده حكايه كل يوم. بس اللي نفسي اعرفه يا دكتور انتوا بتعملوا ايه؟ لك حق، ما احنا بنشتغل في الف حاجه. بالشرف
نعم. يعني شغلكوا ده ما فيهوش كده ولا كده؟ يعني ايه يا ست منوح؟ اصل الحرام ما بيدومش يا دكتور. يا ست منوح احنا ناس اشراف وانا لا يمكن احط ايدي في حاجه مشكوك فيها. منوح نوح مثال الشرف والنزاهه والامانه، عيب قوي تقولي الكلام ده. طمن قلبي. لا ريحي نفسك، وبعدين ما حدش يشتغل مع المرشدي عنتر وعين الزوخ كده ولا كده. ربنا يوفقكوا يا ابني. اتفضل اتفضل ارتاح. معلش بقى الجماعه مستنيني، عندنا شغل كتير عن اذن حضرتك. اتفضل. المرشدي كلم وقال انت او نوح تستنوه، هو جاي حالا. على فين يا نعيم هانم؟ هعمل لك حاجه تشربها. مش عايز، اقعدي احسن. ورايا 100 حاجه. اقعدي. ازاي الشغل؟ عموما كويس. ده المرشدي مبسوط منك قوي. الحمد لله. ليه لا؟ ده انت راجل عالم وبتفهم في كل حاجه. مش للدرجاتي. ليه؟ انت معاك بدل الدكتوراه الواحده 3. الدراسه النظريه حاجه يا نعيمه هانم، والممارسه العمليه حاجه تانيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا انيسه منى. ده الدكتور شوقي كان بيشرح لي الفرق بين الشغل والعلم. طبعا في فرق بين الدراسه العمليه والدراسه النظريه. انا لما اشتغلت مع المرشدي بيه كنت اعمل الدراسه حسب القواعد اللي اتعلمناها، الاقي قلبها ما اعرفش ازاي وتلاقيها ماشي احسن. ودلوقتي؟ لا دلوقتي الخبره خلتنا نعرف ايه المطلوب على الاقل بنسبه 90%. لا ده كلام مهم جدا. انا هعمل لكم 3 فناجين شاي. لا استني انت، تعالي بس على شرط الدكتور ما يتكلمش في الموضوع ده غير لما اجي. خلاص اتفضل يا دكتور. دكتور شوقي، كنت عايز اسال حضرتك عن حاجه. قولي. فاكر ليله عاطف الشافعي ما اتقتل؟ طبعا انا ذاكرتي ممتازه. كنت فين ليلتها؟ كنت في البيت. ممكن تحكي لي بالتفصيل؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. يوميها الصبح كنا مع المرشدي بيه في الجبل عشان مشروع الفوسفات، رجلي اتلوحت نقلوني على البيت ما خرجتش الا بعد يومين. ونوح المناديل كان فين؟ في الحقيقه ما اعرفش بالظبط، انما اكيد كان تعبان من الرحله. نوح كان مع حضرتك في الرحله؟ طبعا، وانت حضرتك عارفه ان نوح انسان مجامل، جالي بالليل هو المرشدي بيه. جالك هو المرشدي بيه؟ ايوه. بالليل؟ ايوه. ليلة ما تقتل عاطف الشافعي؟ هو احنا مش بنتكلم على الليلة دي؟ غريك. لا ابدا يا فندم، انا كنت بستمتع بالحديث مع منى هانم. اكيد خوضت البغبغات. نوح لسه ما جاش. لسه يا فندم. طب انا عايزك نتكلم سوا في اوضه المكتب. دوختني وراك، معلش يا نافع انا مستعجل دلوقتي شويه. 60 ثانية. المرشدي بيه مستنيني من ساعة. ما تضيعش ثواني. خير؟ ثابت موسى تعيش انت. ازاي؟ هو سافر النهارده. ايوه عارف عارف. لكن تكسب النفر للبلد. نزل في السكة يشرب من الترعة غيري. مات؟ طبعا. عملتها ازاي دي؟ لا ده سر المهنة بقى. مش استاهل بقى إدارة الفندق؟ طبعا طبعا. أنا في الانتظار. إحنا بعنا فاضل الثمن. هيوصلك، أشوفك بعدين. اسمع، عاوز مكافأة أكبر من كده بكتير؟ طبعا. عملية تانية زي دي إحنا نخدمه بس. مين؟ منير طه بدر. أكيد يا رحيمة، ده تعديل محدود.
ملوش علاقة بالانتخابات. احنا لازم نستقر بقى يا عالم للمصلحة العامة، على ما نتعرض بالوزير ونفهمه ويفهمنا يشيلوه. مرشدي بيه، اتكلموا عليا الامان. قول يا نوح. انا شايف سعادتك متغير من ناحيتي شويه النهارده.